أعلنت الشرطة السودانية اليوم فتح تحقيق فيما وصفتها بتصرفات فردية صاحبت تعامل قواتها مع تظاهرات خرجت أمس الخميس، وللمطالبة بالحكم المدني في العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن سقوط قتيل. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد قالت إن القتيل سقط بعد دهسه من مركبة تتبع لشرطة البلاد. من جانبها أكدت الشرطة السودانية في بيان لها اليوم أنها شرعت في إجراء تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، واعتبرت أن تهور سائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين سلوكا مرفودا جملة وتفصيلا، وتقدمت في بيانها بالتعازي لأسرة القتيل. من جانبه وصف خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق وصف حادثة الدهس التي راح ضحيتها مجتبى عبد السلام في مظاهرات الأمس بأنها امتداد لوحشية غير مسبوقة يواجهها شعبنا الثائر ببسالة، تؤكد أن الاستبداد مهزوم لا محالة وأن أرض السودان لن تكون منبتا له مجددا. وأضاف في تغريدة لها على موقع تويتر: أقل ما يمكن فعله هو أو هي ألا نتراجع شبرا واحدا عن السير في ذات هذا الطريق حتى تحقيق غايات هذا الشعب كاملة غير منقوصة. وينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي وليد عبد المولى. أهلا بك سيد وليد. يعني هذه العملية، يعني يبدو أن هناك تحقيقا واسعا من طرف أجهزة الأمن السودانية، لكن هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل ما حدث في هذه المظاهرة وكيف قامت هذه الدورية بدهس المتظاهرين والتسبب في مقتل متظاهر؟ نعم، تحية لك محمد، تحية لكل سامعي ومشاهدي قناة الجزيرة مباشر. كل عام وأنتم بألف خير، ووطني الحبيب السودان ينعم بالأمن والاستقرار. نعم، بالأمس خرج المئات من المتظاهرين يرفعون ذات الشعارات لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، وذات المطالب وهي إسقاط ما أسموه بانقلاب 25 من شهر أكتوبر الذي قام به الجنرال عبد الفتاح البرهان ووصفه بالإجراءات التفصيلية. جاءت تظاهرات الأمس تحمل عنوان مليونية 5 مايو، وهي تكشيل لجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه لجان المقاومة، وتلي هذه المليونية عدد من المليونيات بحسب الجداول المعلنة، حيث من المفترض أن تكون هناك مليونيات قادمة في الثاني عشر والتاسع عشر والسادس والعشرين من هذا الشهر، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثورية بحسب الجداول المعلنة لتنسيقيات ولاية الخرطوم. نعم، بدأت التظاهرات محمد في تمام الواحدة ظهرا في محطة باشدار جنوب الخرطوم، ولكن القوات الأمنية بغير عادتها بدأت بالتعامل مبكرا مع الحشود في هذه المنطقة، حيث تعتبر منطقة باشدار هي نقطة تجمع للمتظاهرين. بدأت القوات الأمنية في تمام الساعة 12 بإطلاق الغاز المسيل للدموع وانسحبت بصورة سريعة. بعدها قام المتظاهرين بإغلاق الشوارع الفرعية حول نقطة التجمع التي دائما يتجمعون بها وهي منطقة باشدار لتأمين الموكب، وانطلقت المواكب في تمام الواحدة والنصف نحو القصر الجمهوري. بدأت المواجهة في موقف جاكسون بين المتظاهرين والقوات الأمنية، واستمرت لساعات ما أسفر عن هذه المواجهة عدد من الجرحى وارتقاء روح الشهيد مجتبى عبد السلام دهسا بإحدى سيارات الشرطة داخل موقف جاكسون. الحقيقة في هذا اليوم الخامس من مايو كانت القوات الأمنية تتعامل بقوة مفرطة جدا مع المتظاهرين، وقامت بالتجوال بسياراتها داخل هذه المنطقة التي يوجد بها المتظاهرين وهي منطقة موقف شرون. جدير بالذكر أنه بحسب تقرير لجنة الأطباء المركزية أن عدد إصابات هذا اليوم بلغت 73 حالة، من بينها 3 إصابات بطاقة الحي جميعها مستقرة، وأيضا 12 حالة دهس سيارات القوات الأمنية و17 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيلة للدموع، ومن بينها عدد من حالات كسور مغلقة في مناطق مختلفة من الجسد لم تعرف أسبابها حتى الآن. أيضا كاميرات المتظاهرين وعدد من القنوات الإعلامية والمحلية
رفضت مجموعة من المسلحين بالزي المدني في مواجهة المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم. نعم أحمد. شكرا لك جزيلا وليد عبد المونة الصحفي السوداني، كنت معنا مباشرة من الخرطوم. وينضم إلينا من الخرطوم كذلك عبر الإنترنت نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، وعبر الهاتف من الخرطوم الخبير القانوني محمد عبد الله ولد أبوك. بداية معك سيد نور الدين، إذن بخصوص هذه الحادثة طبعا الأليمة التي سببت مقتل متظاهر، لكن في نفس الوقت السلطات السودانية يبدو أنها تتخذ الإجراء القانوني وأنها تتحمل المسؤولية، هل ترون ذلك بنفس الطريقة؟ دعونا أولا نترحم على روح الشهيد مجتبى وعلى جميع أرواح شهداء الثورة السودانية، وبالتأكيد شهداء الذين سقطوا بعد انقلاب 25 من أكتوبر. الحادثة الشنيعة التي حدثت البارحة ليست الحادثة الأولى من نوعها بهذه الطريقة. لدينا يعني عدد مقدر من الشهداء الذين سقطوا بهذه الطريقة البشعة والعنيفة والسادية للغاية. فقط أمس يعني صادف أن عددا من القنوات الفضائية كانت تتابع هذه المواكب ورصدت على الهواء مباشرة، مما جعل الشرطة تسارع بإصدار البيان أو البيانين اللذين أصدرتهما. حقيقة بيانات الشرطة نحن لا نعول عليها كثيرا في ظل الوضع الحالي للشرطة وفي ظل الوضعية العامة للقوات النظامية في البلاد. للأسف كان لدينا طموح خلال الفترة الانتقالية التي تم تفويضها بانقلاب 25 من أكتوبر أن يحدث إصلاح كبير في القوات النظامية بما فيها مؤسسة الشرطة. ولعلنا كلنا نتذكر شهيد مدينة خشم القربة في ولاية كسلة، الشهيد الذي قتل اغتيالا يعني بشكل بشع جدا للغايه، حينها قالت الشرطه انه مات بتسمم غذائي. فمجمل ما كان يحصل من الشرطه في مواجهتها للمتظاهرين، في تعاملها عموما في تجاه المواطنين السودانيين، وفيما تتخذه اساسا من تدابير في سبيل خدمه المواطنين السودانيين بما هو مرسوم لها من ادوار، اعتقد ان الشرطه بعيده كل البعد عن الوضع الذي يعني نتوخاه كشرطه وجدت لخدمه المواطنين السودانيين. اؤكد مره اخرى يعني ثقتنا في ان تقوم الشرطه باتخاذ التدابير التي قالت بها من اجراء تحقيق، من وصول الى قاتل، الى غير ذلك من اشياء ثقتنا فيها أعتقد متدنية جدا للغاية. حتى أولئك الذين يظهرون وهم يتزيون بأزياء يعني مدنية وهم يحملون أسلحة نارية هم متواجدون داخل صفوف الشرطة وفي المحيط الذي تتحرك فيه قوات الشرطة. ابقى معي سيد نور الدين، طرحت أمرا مهما بخصوص الثقة في الأجهزة الأمنية السودانية، أريد طرح هذا السؤال على السيد محمد عبد الله ولد أبوك. أهلا بك سيد ولد أبوك، يعني بخصوص ما تفضل به الآن سيد نور الدين، نعم الإجراء قانوني وجيد، ولكن نستشعر أن السلطات السودانية مضطرة لذلك، وإلا ستحصد غضب السودانيين. ويعني السيد نور الدين صلاح الدين يقول إن عددا من السودانيين لا يثق في أجهزة الأمن السودانية وفي نتائج هذه التحقيقات وفي قدرتها فعلا على تحميل المسؤولية لمن يتحملها بالفعل. كيف ترى هذه التصريحات؟ أنا لا أميل إلى الاتجاه العام الذي تريده بعض القوى السياسية، وهو محاولة تشويه صورة الأجهزة الأمنية، الجيش، الشرطة، الدعم السريع. هذه المحاولات بطريقة متعمدة ومقصودة، لأننا إذا ما اتجهنا كما تفضلت أنت أن السودانيين لا يثقون في هذه الأجهزة، إذن علينا أن نعيش في قابة، يقتل بعضنا البعض وينهب بعضنا البعض ويفتك ببعضنا البعض. هذه النظرة أنا لا أريد أن أعمم وأن أقول يجب أن تكون، وهي التي يجب أن تصود، ولكن في المقابل هذا لا يعني أننا لا نريد لأجهزتنا العسكرية وخاصة جهاز الشرطة الذي لديه علاقات مباشرة.
نعم، للأسف يعني انقطع الاتصال مع السيد محمد عبد الله ولد أبوك. سنحاول العودة للسيد ولد أبوك. أعود إليك نور الدين صلاح الدين. للأسف لم نستمع إلى الإجابة الكاملة للسيد إذن ولد أبوك، لكنه سيعود إلينا ربما قريبا. إذن يعني ما الذي تنتظرونه كإجراء إضافي حينما في النهاية تقوم السلطات السودانية بما عليها، ويمكن طبعا الاحتجاج بعدها على نتائج هذه التحقيقات، لكن لما لا تتركون فرصة أمام السلطات السودانية في أن تظهر نفسها على أنها فعلا قادرة على حماية المواطن السوداني والقانون كذلك؟ وأنا أعتقد أن عملية إصلاح قطاع الشرطة هي جزء من عملية متكاملة نقصد بها إصلاح المنظومة الأمنية ككل في البلاد. عندما نتحدث عن ضحايا الإنقاذ وفترة الإنقاذ وفترة النظام البائد والتشوهات التي أصابت جهاز الدولة، نحن لا نعني فقط المؤسسات المدنية، المؤسسات العسكرية أصيبت، المؤسسات العسكرية يعني أصيبت بتشوهات أكثر مما أصيبت به المؤسسات المدنية بمراحل. عندما نتحدث عن الاحترافية، عندما نتحدث عن المهنية، عندما نتحدث عن العقيدة، العقيدة التي يبنى على أساسها الانتماء والتي يتحرك على ضوئها الفرد المنتمي للمنظومة الأمنية، نجد أن لدينا عمل كبير جدا يجب علينا القيام به. طيب. الآن ظل هذه الظروف وفي ظل هذه السلطة الانقلابية والتي أتيحت لها الفرصة لإصلاح هذه المنظومة بحسب الوثيقة الدستورية التي تم تفويضها، أعتقد من الصعب أن نثق مرة أخرى أن هذه السلطة الانقلابية قادرة على أن تقوم بعملية الإصلاح بالشكل الكامل والمطلوب. طيب، ندع الفرصة للدكتور محمد عبد الله ولد أبوك لاستكمال إجابته والتعليق طبعا على ما تفضلت به الآن. أهلا بك دكتور مرة أخرى. إذا كنت تتحدث عن أنك لا تتقاسم نفس الرؤية التي ربما عبر عنها السيد نور الدين صلاح الدين، يعني أتركك تكمل الإجابة، تفضل دكتور. شكرا جزيلا، وأنا أحيي أخي وصديقي نور الدين، لكن داير أقول في المقابل إذا ما لم نسلم بالنظرية التي أطرحه هو، يعني فهم السودانيين عامة اتجاه القوى الأمنية عموما وقوات الشرطة وقوات حفظ أجهزة إنفاذ القانون الشرطة، أنا أقول الشرطة السودانية في المقابل يجب عليها أن تتعامل بالقانون وأن تتقيد بالقانون وأخلاق القانون. نحن لا نريد للشرطة التي هي معنية بالدرجة الأولى أن تحافظ على أمن وأرواح الناس وممتلكات الناس، أن تكون هي مسؤولة كذلك عن مخالفات تجعل هذه المسؤوليات منتهكة، هذا غير مقبول طبعا. ولكنني أقول نحن كلنا متفقين أننا نريد إصلاح المنظومات الأمنية عموما في السودان وأجهزة إنفاذ القانون عموما، وحتى عندما كان الأخ نور الدين وجماعته يحكمون البلد الشرطة كانت تتصدى لمجموعات تتظاهر ضد النظام والحاكم وقتها، وهذه مسؤولية متعارض عليها. أنا عايز أقول شرطتنا السودانية شرطة مشهود لها أنها شرطة متقدمة، وأن حتى المنطقة العربية، دعني أقول صراحة، إذا منطقة الخليج ودول الخليج والدول العربية كل أجهزة الشرطة تتدرب عندنا في السودان، ولدينا سجل حتى أن الشرطة بارعة في كشف الجرائم القامضة، ولذلك أنا أقول يجب أن لا نصف في تشويه سمعة الشرطة السودانية، ولكننا ندعوها في المقابل وأنا هنا دكتور محمد أن تتقيد دكتور محمد وتمكن المواطنين. دكتور محمد، الأمر عفوا عن المقاطعة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بمسألة سمعة أو من يتدرب عند من، إنما المسألة هي مسألة أرقام، ولدينا مؤسسات دولية، مؤسسات حقوقية تتحدث عن سقوط قتلى بالمئات، فكيف من الممكن أن نعتبر هذه الشرطة مثالية وقادرة على تدريب أجهزة شرطة تابعة لدول عربية في حين أنها يعني في النهاية سببت مقتل مئات المتظاهرين؟ أنا أعتقد هذا غير مقبول، وهذا في انتهاك، ويجعل الشرطة هي الأخرى مساءلة أمام القانون الذي هي مدعوة بالدرجة الأولى أن تتقيد به. وقلنا مرارا وتكرارا أن أي دم سوداني مش إسهاق روح، إذا ما قطر الدم سالت يجب أن يتحقق الناس عن ماهية وطريقة وكيفية هذا الدم البسيط الذي سال من أي مواطن، مش الروح التي رعب. وبالتالي أنا أقول نحن سنظل نتابع هذه الحقيقة وندعو السلطة القائمة، طبعا هذا لا يبرئ
السلطة الغائمة من أن تتحمل مسؤولية التاريخية والأخلاقية في أن تكشف هذا النوع من الجرائم وهذه الانتهاكات التي تقع على مواطن سوداني يخرج ليعبر عن رأيه، وعليها أن تتغير بالقانون في كثير من تحركاتها التي تتعامل مع هذه الحالات. واضح جدا دكتور. دعني فقط أطرح يعني أتحول بالسؤال إلى السيد نور الدين صلاح الدين. إذا استمعت إلى كلام الدكتور محمد عبد الله ولد أبوك، يعني يقول إن هذه جريمة والدولة ستقوم بالواجب للتحقيق فيها، لكن في نفس الوقت لا يجب أن ننسى بأن الشرطة السودانية عملية جدا، محترفة جدا، بل وكما قال تدرب أجهزة شرطة من دول أخرى ربما تبدو أكثر تقدما، لكنها في النهاية تستفيد من الشرطة السودانية. كيف ترى هذه التصريحات؟ وحقيقة نحن لسنا في حالة عدائية مع الشرطة، لسنا في حالة عدائية مع الجيش، لسنا في حالة عدائية مع جهاز المخابرات. نحن نعتقد أن هذه الأجهزة هي أجهزة وجدت لخدمة الشعب السوداني، وأبناؤها هم أبناء للشعب السوداني، لكن عندما تنحرف هذه المؤسسات عن مسارها، وعندما تقوم بأفعال مخالفة للقانون، وعندما تكون معانية لعدد كبير جدا من التشوهات الهيكلية والتشوهات المرتبطة بالسياسات التي تبتدرها والتشوهات بالأفعال التي تقوم بها على الأرض، عند ذلك يجب أن نقف الموقف الذي يجعل من هذه المؤسسات مؤسسات يعني كما جميع المؤسسات الموجودة في أي دولة طبيعية في العالم. ذكرت لك في إجابة سابقة أن التشوهات أو الإرث السيء الذي تركته لنا أو تركه لنا نظام الإنقاذ طال هذه المؤسسات. هذه المؤسسات يعني طالها تدجين سياسي، هذه المؤسسات يعني عانت كثيرا من مسألة يعني لم يكن هناك احترام للتراتبية التنظيمية، ما تتعلق بالعقيدة الانتماء ذات نفسها لم تكن مرتبطة بهذه المؤسسات. ما كان يجب أن يكون خلال العامين الماضيين، وحتى لا يعني لا يفتري علينا ضيفك الكريم، مسؤولية بموجب الوثيقة الدستورية مسؤولية إصلاح القوات النظامية هي مسؤولية ملقى على الطرف أو المكون العسكري آنذاك الذي يمثل الآن السلطة الانقلابية الحالية. شكرا لك جزيلا سيد نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، وشكر موصول للسيد أو الدكتور محمد عبد الله ولد أبوك الخبير القانوني، كنت معنا مباشرة من الخرطوم.